المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانيل. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وتمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي دائما الهام شانيل. الوصفة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بالوجه تحديدا، وصفة اللي غتخلصك من تجاعيد. فبهذه الوصفة السحرية ستجعلك أصغر 20 سنة مهما كانت التجاعيد كثيرة بمكونين فقط. فنتمنى أنكم تستفدوا منها. مكونات هذه الوصفة سهلة مهلة بسيطة ورخيصة، وأهم شيء أنها في متناول الجميع، يعني أي شخص ممكن يجربها ويعطيني الآراء ديالو في خانة التعليقات كيف جاتكم الوصفة، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش. فقبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفه، فنبغي نرحب بكل من كيزور هذه القناه وبكل من كيشاهدها. مرحبا بالكل، سواء الناس القدامى او الجدد معنا في القناه، مرحبا بالجميع. فاذا كنتي اول مره كتشاهديها او لا الا كنتي اول مره كتزوري هذه القناه، فما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ايضا تفعلي زر الجرس باش توصلك كل ما هو جديد. ضغطي على زر اللايك، يعني تعملي بيك لايك كبير لهذا الفيديو باش تزيدي تشجعني على المزيد من التقدم والنجاح والعطاء والاستمراريه لهذه القناه. وايضا يعني تخلي لنا التعليقات، الاقتراحات، الاستفسارات، شنو تبغي تشوفي في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. وكنرحب حتى بوصفاتكم الطبيعيه، اي سيده عندها وصفه طبيعيه بخصوص وصفه لازاله التجاعيد، كتزول لي تخاص البقع، النمش، الكلف، كل هاد الاشياء هادو كتخلي المراه في واحد يعني العمر اللي هو زوين، يعني البشره كتبان في واحد العمر اللي هو مزيان، يعني كتبان شابه. فاكيد اكيد مرحبا بكل وصفاتكم، غير هما يكونوا مجربين ومضمونين باش حتى انا نجربهم، واكيد اللي عجبوني غادي نجي نشارك اي وصفه جربتها هنا في القناه اللي تعمل فائده للجميع. وما نطولش عليكم اكثر، نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، طريقه تحضيرها، استخدامها واستعمالها. ايضا فاول مكون غادي نحتاجو ليه في هذه الوصفه، غادي نحتاجو الى الحلبه بودره، ممكن تعويض الحلبه بالحمص، يعني الحمص رائع جدا، او الفول، يعني اما الحلبه بودره، اما الحمص بودره، اما الفول بودره. انا هنا استخدمت الحلبه لانه كتكون قويه بزاف وكتزول دوك الخطوط، سواء تحت العين، محيط العين، او لا يعني في الخدود، فغير هو يجب التكرار عليها والمداومه عليها باش هكذا تعطيكم نتائج مزيان. فهنا كما قلت لكم انا استخدمت الحلبه، نتوما ممكن تستخدموا الحمص والفول والحلبه، لكم حريه الاختيار. بالنسبه لثاني مكون غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه هو الحليب نيدو غبره. انا غنجيب ملعقه باش تشوفوا، فخديت الحليب نيدو غبره، ممكن تاخذوا اي حليب غبره، ماشي بالشرط نيدو، يعني اي حليب توفر عندكم، سواء ديال العبار، الحليب على حساب الدوله نتوما فين كاينين، يعني اي حليب توفر عندكم فاستخدموه، ماشي بالشرط هاد يعني حليب نيدو. وبالنسبه لثالث مكون هو اخر مكون معنا في هذه الوصفه، اللي هو الحليب كامل الدسم، يعني حليب سائل. هنا استخدمت لكم الحليب غبره والحليب السائل، وكما كتلاحظوا عندنا غير مكونين بودره ومكون واحد سائل، باش نكونوا يعني واضحين، يعني وصفه سهله مهله بسيطه ورخيصه، واهم شيء اهم شيء انها في متناول الجميع، يعني اي سيده ممكن تجربها. وبعد ما تعرفنا على مكونات الوصفه، ندوزوا لطريقه تحضير الوصفه، طريقه استخدامها واستعمالها. ايضا فبسم الله غادي نضيف كمية من الحلبة أو الحمص أو كما قلت لكم الفول، غادي نضيف حليب نيدو، فكما لاحظتوا مكونين بودرة ومكون واحد سائل فقط.
نحاولوا نخلطوا النواشف مع بعضهم بعد مزيان، عاد من بعد نضيفوا لهم الحليب السائل كتبقاو تضيفوا يعني تدريجيا العناصر، ما كتضيفوش الكل في دفعه واحده، يعني تدريجيا كنضيفوا العناصر ديال هذه الوصفه هذه. وغادي نزيد ديك الكميه المتبقيه عندي من الحليب نيدو غبره، وضفت الكميه المسبقيه عندي من الحلبه او الحمص او كما قلت لكم، يعني ممكن تضيفوا اي مكون بودره سواء الحمص او الفول او الحلبه بودره. فالوصفه الان اصبحت جاهزه للاستخدام، وانا غادي نطبقها معكم ان شاء الله. فما عليكم الا تطبقوها بهذه الطريقه هذه. على البشره الوجه ديالكم، وتخليوها حتى تجف تماما. فكتخليوها بهذا الشكل هذا على البشره الوجه ديالكم حتى تجف. بالنسبه لهذه الوصفه فنبغي نذكر نقطه مهمه، اللي هي ان فوا تطبقوا هذه الوصفه على البشره الوجه ديالكم ما خصكمش تضحكوا نهائيا، تيفيتيو الضحك وتبعدوا على اي حاجه تقدر تسبب لكم الضحك، لانه الا ضحكنا الوصفه كتجب البشره الوجه بواحد الطريقه عجيبه وغريبه. فاذا ضحكنا الوصفه غتزيد تعطينا سلبيات وتعطينا تجاعيد عوض ما تعطينا ايجابيات وتزول لنا التجاعيد. فهذه نقطه مهمه دائما كنبغي نذكرها في الوصفات اللي كيكونوا لازاله التجاعيد وكيجبدوا البشره الوجه بواحد الشكل رهيب، باش بالتالي نتخلصوا من دوك الخطوط سواء تحت العين او محيط العين او الوجه بصفه عامه.
فنتمنى انه هاد النقطه هذه تعملوا بها، يعني اي حاجه تقدر تسدوا لينا الضحك نبعدوا عليها حتى ننتهيوا من الوصفه ونغسلوا بشره الوجه ديالنا وندهنوها بكريم مخصص لترطيب البشره على حسب النوعيه ديال البشره ديالك، واش هي جافه دهنيه حساسه او بشره عاديه او بشره مختلطه ايضا. فمن بعد يعني ممكن نلجؤوا لاي حاجه تسبب لينا الضحك اكيد. اما في الوصفات ديال ازاله التجاعيد ماشي غير في هذه الوصفه، فاي وصفه تبغوا تزولوا تجاعيد من الوجه ديالكم دائما حاولوا تعملوا الوصفه وتسترخيو، يعني ما تحاولوش تهضروا او تجمعوا او تهضروا في اي موضوع، يعني نحاولوا نبعدوا على كل هاد الامور حتى ننتهيوا من هاد الوصفه السحريه والرائعه اللي ان شاء الله غترجع لكم بشره الوجه ديالكم الشابه. فنتمنى يعني تجربوها وتعطوني الاراء ديالكم، يعني كيفاش جاتكم الوصفه، فان شاء الله البشره ديالكم غتبان في سن العشرين مهما كانت التجاعيد وبمكونات بسيطه ورخيصه واهم شيء انها متناول الجميع. فهاد الوصفه هذه كنصح بها جوج المرات في الاسبوع وتفكروني ان شاء الله. فهاد الشيء اللي كاين نتمنى تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس، وموعدي معكم يتجدد ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله تعالى.